نحكي عن صغير على الزواج. لا ايش اللي خلاكي بعدين ما خلاص ترجعي تندمي؟ علمك اني انفصلت عن الدراسة. ايوه. واني انسان صغيرة مش قد المسؤولية. ايوه. وافقتي في الاول؟ وافقتي في الاول على البيت؟ مش موافقة. امال ازاي فرحتي بالفستان؟ حتى لو كنت انهمت بس شوفي الفستان عادي بكون فرحانة. يعني متى ادركتي انت فرحتي بالعرس واللمة؟ متى فهمتي انك تزوجتي؟ يعني لما كنا خارجة. رايحة فين؟ مروحة. بسيرت بعدين. مروحة فين؟ للبيت بس عمي. بس الزوج يعني؟ اتزوجتي ابن عمك؟ ايوه. كم عمره؟ 26 سنة. بعدين ذكرت وبكيت. ايش كنت تفكري لما كنت تروحي لعند بيت عمك؟ يعني ايش كنت تفكري؟ ايش كنت تقولي في نفسك؟ انا فين؟ ايش كنت تقولي؟ كنت احس نفسي ان انا غريبة. كم قلتي مع الزوج؟ 11 يوم. طيب وكنت تعرفيهم من قبل؟ انا ما كنت جالسة عندهم. يعني ما كنتش تحبيهم مثلا؟ لا ما كنتش احبه. طيب وبعدين ايش اللي خلاكي تزعلي لما تزوجتي؟ لما رحتي عنده في البيت ايش اللي صدمك؟ كل شيء. كان بيضربك؟ ايوه مرة. مرة واحدة فقط؟ على ايش؟ عادي الصلبات. صلبات كذا يعني تبلي يعني عليك؟ هل كنتي ناس اخرين في البيت؟ لا بنات عمي وعيال عمي بس. طيب وهم كانوا عارفين انك تزوجتي؟ ايوه. ايش كانوا يدعوا لك يا عروسه؟ ايش كانوا يقولوا لك؟ يا عروسه. كانوا فرحانين بيكي؟ في بنات عمك بسنك؟ لا. كبار؟ يعني اكبر مني ب 20 سنه. ب 20 سنه؟ 20 سنه. عمرهم 20 سنه ولا اكبر منك ب 20 سنه؟ لا في بعضهم عمرهم 36، واحده عمرها 40، يعني كبر. متزوجه. كل بنات في عائله الطب تزوجوا بسنك؟ لا. اصغر واحده تعرفيها تزوجتكم كان عمرها؟ لا في احد غيري. طب وليش؟ تعرفني. ليش ابوك زوجك؟ حناكل لامي. ها لحظه لحظه. ليش؟ حناكل لامي. امك مطلقه؟ انا صالح انفصل. ايوه اختلفوا انفصلوا؟ ولما انفصلوا هو يريد يغيظ امك؟ ايوه. يزعل امك؟ ايوه. مكيف الام يعني. ايوه. واخذني يعني كان يتصل لها كان يقول لها بكيتي ولا لا؟ ها يعني بعد ما زوجك كان يتصل لامك ويقول لها بكيتي ولا لا؟ يعني مستمر في انه في الحناكه في الايهاب. ايوه. طيب ريم كيف اتطلقتي؟ ولسه بس الان يعني خليناها ودي انه كل واحد يروح يبعد حاله. بدون طلاق؟ لجأت لمين في الاول؟ مين اللي توسط في مساله حل المشكله؟ ابي. ابوكي اللي زوجك؟ ايوه. واللي حرك على وحليناها. انت اول ما بعد ال 11 يوم ايش عملتي؟ عملت نفسي اني تعبانة عشان يطلعوني. يطلعوني لعندي. لعند ابوك وبعدين؟ وبعدين كنت انام على اساس اني بهرب. كان ابي يصلحها بداك وما خارج جنب الباب. ما قدرت. بتهربي يعني يقفل عليك الباب عشان ما تعرفيش تخرجي. بتهربي له؟ لعند امها. وبعدين؟ بس. كيف خرجتي؟ كيف هربتي؟ لا كانت بنت الجيران تصيح لي. انا متزوجة بعدين كانت تحكي لي. كنت اقول لها وصلنا عند امي توصل لي الكلام. قالت لها خلي امي تروح للقيس تقول لهم انه تجي تاخذني وتجيب عسكر. وهي راحت للقيس وهم اجى قال لي روحي للقيس وتكلمي. قلت له طيب. ما رحت للقيس وكلمت عن الفندق لوحده. كلمت عن الشرح عند امي بعدين ودوني للدار. ايش اللي خلى ابوكي اولا يزوجك وبعدين يقول لك روحي القيس عشان تشتكي؟ لا مش اشتكي انه سواها في يعني زوجني. اشتكي ان انا في زوجي. هيتم التصفيق ولا لا؟ ايوه. تم الاتفاق على انه هيتم؟ ايوه. متى؟ يعني بهذا اليومين. واذا ما طلقت؟ تنتحر. استعملي؟ تنتحر. ليش تنتحري؟ لانه في مره اقول لهم طلقوني ما يسمعوا. لا بس في حل غير الانتحار. ايش؟ لا انك تبقي راسبة. راسبة ليش يا ريم؟ انت زي الزهرة. ما اصلا ما بيرضوش. يعني افرض انهم ما رضوش. اكيد حيسمعوا اكيد حيسمعوا في اكيد ما. اكيد بيسمعوا يا ريم. الانتحار مش حل. الانتحار مش حل. طيب ريم ابوك نادم الان ان انت كنتي حزينه وتبكي؟ ايش يقول لك؟ كنت عارفه انه هو غرفه عادي يمسكني يعني يسكع
يبكي يقول خاف انا اسف. ابوك يبكي؟ انا اقول انا اسف. تعرفين ان انا ندمان؟ انا ندمان، انا عارفه ان هذا كله حناك لامي، انا ما بسويش هذا، النبي يحبنا. الموضوع ده خلاك تكرهي ابوكي او تضايقي منه؟ لا ما راح تكره ابوك. لا بصراحه وقت الحادث سيبي الان، الان بعد ما بكى وندم شيء ثاني، لكن وقت الحادث لا حد اني كرهته. ها؟ بس لا حد. ايش اللي حصل؟ ايش كانت مشاعرك تجاه ابوكي؟ زعلانة منه. زعلانة مش في حد يذكر اسمه. ايوه ليه؟ بس اني كرهه وكرهه. مش عايزه تسمعي حتى اسمه. لكن ما تكرهيش. طب ايش تنصحي اي بنت تكون في موقف زيك؟ يعني مثلا في زوجوها ابوها فجأة ياخذها ويطلع عرس، ايش تنصحيها؟ كيف انصح الادم لما يزوج سنتين بعد السن؟ ولو زوجها؟ ايش تعمل البنت؟ فين تروح؟ غير الانتحار. ما عدا الانتحار. فين تنصحي اذا البنت الان شافت هذه المقابله وسمعتك وتعرف انه اهلها يخططوا لها تتزوج، ايش تعمل؟ يعني لو في يعني لو حد من اهلها ينقذها تروح لعند احد اي من اهلها تروح تحكي له عن القصه، يمكن يوجهها للمحكمه او يقص او ينقذها ياخذها عنده. في رايك ايش السن المناسب للزواج؟ 20 صراحه. انت حتتزوجين مع عمرك 20؟ اذا فكرت. ليش اذا فكرتي؟ انا خلاص كرهت الزواج. كرهت الزواج ولا كرهت الرجال؟ الرجال كلهم كلهم كره. ما عدا ابوكي. ما عدا واخوكي. ما هي الدوافع؟ والله هو ليس دافعا، وإنما هي ابنتي، زوجتها بابن أخي الذي تربوا مع بعض في بيت واحد، وليس في أي دافع، وإنما على سنة الله ورسوله، وصلى الله عليه وسلم يعني رسول الله تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات وإحنا نتبع السنة، و يعني الأمور بسيطة جدا ما في شيء حاجة. شكرا لك أنيس. شكرا لك، شكرا للإجابة. لكن هل تعتقد أنيس بأن هذا السن صالحة لأن تتحمل مسؤوليات، لأن تتحمل ابتداء من الزواج والفراش ومرورا بالأطفال إلى آخره، أم أنها لحظة كانت من لحظات التفكير ندمت بعدها؟ أرجو أن يعني والله هو ليس ندم، فأنا زوجتها وعمرها 14 سنة وسبعة شهور ولدي عقد الزواج محمد من المحكمة. العقد لا يثبت السن. العقد لا يثبت سنها الحقيقي. شهادة ميلاد. هل لديه شهادة ميلاد؟ والله احنا ناس بدو نعيش في معنى نعيش هذه الأشياء. هي تقول عندها يعني 12 سنة. فقلت لك هي مخطوبة من قبل.